القاهرة المعز لدين الله برحمة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بيت مبارك باسم شعب القاهرة باسم لجنة القاهرة الحزب الوطني الديمقراطي برحمة صاحب الجلالة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كانت هذه شعائر صلاة الجمعة التي يؤديها الزعيمان الكبيران سيادة الرئيس محمد حسني مبارك وجلالة السلطان قابوس ابن سعيد سلطان عمان. وكانت خطبة الجمعة اليوم عن الأخوة الإسلامية وألقاها الشيخ إسماعيل صادق العدوي خطيب المسجد.